الو. الو، ايوه، ازيك يا اسامه؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟ انا فرحانه قوي اني بكلمك. والله ربنا يخليك يا رب. طيب اتعرف بحضرتك؟ انا ميرو. ميرا كم سنه يا ميرا؟ عندي 20 سنه. 20 سنه مرتبطه؟ او مخطوبه. طب مالك حزينه قوي يا ميرا؟ المخطوبه المفروض تبقى مبسوطه يعني. هو في الاول كان كده بصراحه، بس بعد كده كل حاجه قلبت خالص. ايه اللي حصل؟ احكيلي. اول حاجه ان انا سبت دراستي، يعني انا كنت في جامعه، فكان يعني درست اولى، خلصت اولى عادي وامتحنت، بس ما كملتش بقى تانية وتالتة. ليه؟ علشان هو خطيبي قال لي لا، بعد ما انخطبنا، مش قبل ما نتخطب كمان يعني. هو خطبني وانا في الجامعه، بس بعدها بقى قال لي لا، انت مش هتكملي، وانتي مش هتكملي في الجامعه، هي ملهاش لازمه، هي مش عارف ايه. لا لا، يعني انتي اساسا انسانه طبيعيه، ودخلتي ثانويه عامه ودخلتي جامعتك وبتكملي، ولما اتخطبتي. لا، انا كنت في سياحه وفنادق، يعني في مدرسه سياحه وفنادق وكملت. يعني لما كملتي الجامعه قال لك لا بلاش. بعد الخطوبه كمان، مش قبل، احنا كنا مرتبطين اصلا. هو كان وما كانش في اي نيه انه يقول لك لا بلاش. لا، ما كانش في اي حاجه. هو بعد الخطوبه يعني عمل كل ده. واصلا حصل بينا علاقه كامله، فانا مش قادره اقول لا على اي حاجه. خلاص، انت مضطره تطوعي لحد ما يتجوزك عشان الامور تعدي على خير. طبعا. وكمان مامته صعبه جدا، كل حاجه بتدقق عليها وكل حاجه لا. وكمان هي دلوقتي سافرت، رحلت يعني ايطاليا. هي بقى مجنونه شويه، فسافرت بقى قالت له انت هتيجي، ومصممه بقى ان هي تسافره. بس فانا بقول لها ازاي وكده، قالت لي عادي هو يسافر وبعدين تبقى تنزله، يعني لما ينزل تبقى تتجوزه. طب بصي بقى يا بنت الناس، انسي بقى حكايه الكليه ومش الكليه، والقصه اللي احنا بنتكلم فيها دي القصه الاهم من كل ده، العلاقه اللي حصلت ما بينكم. وغير كده بقى هو كمان مش بيرضى يخرجني، مستحيل اشوف الشاب. يا ستي عنه ما خرجك، يبقى انا طالعه اعمل حاجه غلط. ما هو طبعا طالما عمل معاكي علاقه هيشك فيكي وهيقلق منك والدنيا هتسود، وياما ده كل شويه يجرحني بكلام. طب انا وبقعد اكلمه بقول له طب ليه؟ انا ما عملتش كده لحد غيرك، انا بحبك، انا عملت كده عشان بحبك، والله ما عملت كده لحد غيرك. بقول كتير، تعبت. بصي، ومامته كمان صعبه جدا، اسلوبها وطريقتها. اتقالي عليه شويه يا سلمى اللي كانت معاك قبلي، اللي هي في امريكا، يعني نفس الدماغ كده. طيب المكالمه اللي كانت معايا من امريكا دي اتجوزته وخلفت منه وعايشه، احنا دلوقتي في مصيبه اكبر، انك لازم تتجوزيه وتخلفي منه وتعيشي، علشان لو ما اتجوزتيهوش هتبقي واقعه في وعكه. يبقى الراجل ده قبل ما يسافر ايطاليا، هو على طول بيقعد يقول لي احنا مش لازم نكمل مع بعض، احنا كل ما نتخانق اي خناقه صغيره احنا مش هنكمل مع بعض. وممكن يكلم ماما يقول لها كده، وانا اقعد اقول له طب لا، طب ازاي؟ طب بعد كل اللي احنا عملناه ده ازاي مش هنكمل مع بعض؟ طيب يبقى انت لازم تفهميه بقى ان انت لو هتقعد تهددني مش هتكمل مع بعض، مش هتكمل مع بعض، انا كده 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 هتدمر. فدمار بدمار هروح اقول لامي اللي حصل ولابويا منك، وهم يصطفوا معاك. بابا متوفي، بابا متوفي. يبقى هقول لامي ولاخواتي ولخلاني وعمامي ان انت اغتصبتني وعملت معايا كده، والموضوع خلص، وهتبقى قضيه كبيره بقى. بص يا بنت الناس، في عيال كده بيبقوا ابن امه وعيل مسيس كده، وما بيبقاش حتى عنده اي احترام لاي شيء، لدرجه ان هو عمل معاكي العلاقه دي وبدا يذلك. ده قبل ما يروح في اي مصيبه لازم يكتب كتابه عليكي، حتى لو ما كملتوش الجوازه. اضعف الايمان لو اتفك كاتب الكتاب، محدش يقدر يلومك، لان ده كان جوزي وانا قول ان هو عملنا كده لما اتجوزنا مثلا. مثلا، بس ده ما تسيبيهوش الا لما يكتب كتابه عليكي، لانك لو سبتيه وسمع كلام الحاجه والدته اللي راحت تحج في ايطاليا دي، يبقى كده بالسلامه. ده لازم تظبطي مع الدنيا ان احنا على الاقل نكتب الكتاب، مامتك تقعد معاه تقول له دلوقتي انتوا خارجين داخلين والخطوبه تمام وكل حاجه، نكتب كتابكو وابقوا ادخلوا وقت ما تدخلوا. بالطريقه دي تبقي امنتي نفسك،
وهرجع اقول تاني لكل البنات، لا خطيبك ولا حبيبك ولا زميلك ولا حتى لو مكتوب كتابك تسلمي نفسك الا لما تدخلوا رسمي قدام الدنيا كلها. ارجوكم ما تدمروش حياتكم وترجعوا تندموا. انا حاسس ان بالشكل ده هيبقى فيه 70 مليون بنت في البلد عندهم نفس المشكلة. ولا خلاص بقى بقينا اجانب؟